فضيلة الشيخ عطية صقر، هل يجوز الجمع في الزواج بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها، حيث إنه لا يوجد نص قرآني يمنع ذلك؟ الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها حرام حرام حرام، في حديث البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، والسنة كالقرآن في التشريع، والله أعلم.